الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا. العلاقات الإدامة دي مش هي العلاقات الوحيدة اللي موجودة في الإف أو بتستخدم مع الإف أو العلاقات المقارنة بشكل عام. الفيديو اللي فات أنا قلت لك إن في عندنا علاقة اسمها نوت. الحقيقة العلاقة دي هي جزء من مجموعة علاقات تسمى اللوجيكال أوبريتور أو العلاقات المنطقية. العلاقات المنطقية دي ممكن تعتبرهم 5 علاقات، and اللي هي بالشكل ده، and و or and زوجي، وممكن and فردي or فردي or زوجي او or فردي. دي العلاقات الموجودة عندنا في اللوجيكال اوبريتور، 5 دول. العلاقات دي بتستخدم زيها زي العلاقات دي بتحدد الشروط بتاعة الاف. احنا اصلا حطينا هنا في الاف ان هي تبقى اكس يساوي 6. احنا ممكن نحط معاها شرط تاني، يعني في حالة ان اكس يساوي 6 واي برضو تساوي 6 مثلا، اند واي تساوي 6، سي اوت اكس يساوي 6 اند واي يساوي 6. جرب كده، هنخلي الواي انا هنا ب 6 ونطبع اكس يساوي 6 اند واي يساوي 6. الحالة دي اتطبقت لان في الحالتين الشرط متحقق، يعني واي فعلا يساوي 6 واكس يساوي 6. لو غيرت شرط واحد منهم، يعني مثلا هي واي ب 6، خليها هنا ب 5، وهخلي هنا جملة تقول hasn't achieved، يعني الشرط متحققش. وجرب كده hasn't achieved. السبب ان الواي هنا لا تحقق الشرط، فاند في الحاله دي لازم الشرطين في نفس الوقت يتحققوا، الشرطين يعني اللي على شمالها ويمينها يتحققوا. ولو عملنا هنا مثلا متغير تاني اسمه زد يساوي 3، فهي نفس الفكره ان انت ممكن تعمل كمان مش شرطين بس 3 شروط، يعني مثلا تخلي اند زد يساوي 3 وهنا خرجها 6. اعترض في ايرور. غير دي كده، بص النتيجة صح. ليه؟ لأن ال3 شروط متحققين. طبعا الايرور عشان كنت عامل يساوي 1، لازم أكون عامل 2 يساوي. طيب لو غيرت شرط واحد، أنا عندي هنا 3 شروط متحققين، غير خليها 5، كده في شرط واحد متحققش، hasn't achieved. فأند دي بتجبرك إن أنت ال3 شروط يكونوا متحققين. امتى بقى ممكن في حاجة تانية اللي هي الاور بقى، شرط واحد يتحقق النتيجة تتحقق، اللي هو كده. اور دي معناها ان لو الاكس يساوي 6 او الواي يساوي 5 او الزات يساوي 3، الشرط متحقق، نفذ اللي تحت الاف بالظبط، شغلها لك على طول. فده الفرق بين الاند والاور. الاند كل الشروط لازم تتحقق، الاور مش كل الشروط مش لازم تحقق على الاقل واحد، وممكن تدخل بين الاثنين. يعني انت مثلا ممكن تخلي مثلا شرطين متحققين وواحد اه او لا، تعملها كده تحط قوس. فده معناه ان الكلام ده عشان ان القوس ده يطلع بترو لازم الواي يساوي 5 والزد يساوي 3، لازم الاثنين مع بعض، وبعد كده تعمل اور مع دول. يعني مثلا افترض انت عندك هنا الواي ب 5 والزد ب 3، الشرط ده مش متحقق لان في واحد في الواي لا يساوي 5، فالناتج بتاع ده هيطلع فولس. ولكن لما تضيفه هنا الاكس ب 6 وتضيفه على اور، هيبقى الناتج بتاع المساله كلها بترو. شوف كده ترو، دي الجمله اللي احنا عاملينها في الترو. بس فدي الفكره، انت ممكن تجمع بينهم، ممكن تستخدم واحده تستخدمش التانيه، براحتك خالص. ايه بقى المشكلة بتاعت الاند اللي هي لما تخليها مفرد؟ يعني دول اتنين ممكن تخليها واحدة. ازاي؟ احنا مثلا كان عندنا لو انا هطبع مثلا اقول له سي اوت اكس يساوي اكس يساوي اكس، هطبع قيمة اكس تمام، وجيت هنا
عند اكس بلس بلس. تمام، لو جيت عملت كده ترو واكس ب6. تمام، ليه؟ الشرط هنا بيتحقق فعلا ان اكس يساوي 6، وزود وعمل هنا وعمل اضافة ل6 لو عملنا كده كده نطبع هتلاقي اخليها 2 دلوقتي، انا اخليهم 2 وهاجي اطبع ترو اكس ب6. مش ملاحظ ان انا هنا عملت انكريمنتال اكس بس ما ظهرش السبب ده؟ انت لما بتعمل 2 اور لازم لو لقى الاور ب2 زوجي، لو لقى الشرط متحقق بيسيب الاف ويخش على اللي بعدها، ملوش دعوه ايه الجزء التاني طالما شرط واحد اتحقق خلاص. فبالتالي هو ما عملش انكريمنت، انما لو عملتها واحده بس اكس بقت ب7، لانه في الحاله دي بيكون ملتزم ان هو يحقق كل حاجه موجوده، يعني لازم يشوف الشرط ده ويشوف الشرط ده، ولو في شرط منهم متحقق بينفذ الاف. ونفس الكلام في الاند، لو عملت اند وخليت شرط مش متحقق، يعني هو اكس يساوي 7 ده خطأ، هزنت الشيفت ونجي نطبع برضه هنا نعمل سي اوت الاكس. اكس ب6 لان هو لقى شرط واحد مش متحقق فساب المسألة كلها وعدى، لما لو خليتها اند واحدة هتلاقيه خلاها 7، وده لان هو حتى رغم ان هو الشرط الاول مش متحقق دخل على الشرط التاني ونفذه. فده الفرق بين انت تستخدم الزوجي او الفردي. اخيرا انت ممكن اساسا تستعمل البوليان، احنا كنا اتكلمنا عن البوليان قبل كده، دي علاقات منطقيه بوليان مثلا فلاج ترو، لو خليته بترو وحطيته جوه الاف هينفذها. ترو والاكس ب6، الفكره كلها ان هو ده ما بياخدش غير قيمتين ترو فولس بس، ترو او فولس. لو خليتها فولس وطبعت لازم ده الشيفت والاكس ب6. انا دلوقتي هقفل اكس، انا مش لازم، انا كنت قلت لك ان احنا عندنا علاقه اللي هي دي اللي هي النوت. دلوقتي احنا عندنا فلاج ده بفولس، لو عملت قبليه نوت هيديني ترو مسألة اتحلت، لان ترو ده النوت ده بيعكس العمليه المنطقيه، يعني هي ترو يخليها فولس ولو فولس يخليها ترو. وانت ممكن تستخدمها في حالة مثلا زي كده، يعني انت مثلا عندك اكس يساوي يساوي 5، العلاقة بتاعت اكس يساوي يساوي 5 دي علاقة خاطئة، يعني هو اكس لا يساوي 5، فناتج القوس ده هيبقى فولس، لو عملت قبليه نوت هيبقى ترو. شوف كده ترو، فهو قلب العلاقة. فده الاستخدام العام للنوت. وطبعا ده انت بدل ممكن بدل شرط واحد خليها شرطين اند مثلا واي يساوي 3. طبعا الشرط ده خاطئ بس النوت هتخليه ترو. فدول الخمس علاقات المنطقيه بالنسبه لنا. اخيرا انت مش لازم تستخدم العلاقات دي مع اف بس، انت ممكن تستخدمها مع سي اوت، ممكن تعمل كده سي اوت اكس يساوي 6 بس. فهي لو ترو زي دي الحاله دي هتلاقيه عمل لك 1، ولو فولس تلاقيه اداك 0. فهي مش مرتبطة بالكونديشنز بس، هي مرتبطة برضو كمان باللوبز وبالسي او وبالطباعة، وهتواجهها كتير ان شاء الله فيما بعد. ممكن يبقى الفيديو ده فيه عندك شوية صعوبة فالافضل تعيده. الحمد لله رب العالمين.